مرحب شهر الصوم، مرحب ليالي هادي بأمان. والله ولا ولا السلام. يا سلام يا سلام على الرضا. الواحد لما يبقى مرضي كده والدنيا حلوه وبشوشه، يا سلام. لا اله الا الله. عايز دواء؟ ما تقول يا عم سلام عليكم. وعليكم السلام. ما تقول انت سلام عليكم، انت داخل عليا يا عم. عايز دواء لاخويا الصغير 10 سنين. في يا عم بالراحه، اهدى. مرحب شهر الصوم، مرحب ليالي هادي بأمان. ايه ده الجنب؟ بعد انتظار. طب عايز دواء 10 سنين. اخويا عنده كحه تعبان. عنده قد ايه؟ 10 سنين. طب ثانيه واحده بس، هتصل بس بالفرع الثاني لدكتور محمد اشوف العلاج فين. اتفضل. اشوفه فين بس. اه دكتور محمد، بقول لك ايه، كنت عايز دواء كحه كده لعيل صغير. عيل صغير عنده 10 سنين كده. لا مش هو اللي قدامي ده، اخوه بغل كده طويل. اه احترم نفسك. بكام؟ خلاص حبيبي يا دكتور. ماشي يا ابو الصحاب، يا ابو الصحاب خلاص عرفت مكانه. طب خلاص ايدك جنبك بقى واخلص هات العلاج. 9 جنيه يا فندم. طب ماشي هجيبه لك واجي. طب ايدك جنبك وهات العلاج. عسل عسل. طب هات العلاج. اتفضل. مرحب شهر. هات العلاج خلص الوقت تعبان. ليالي قاعد بأمان. هيموت يعني لو ما خدش العلاج؟ اخلص العلاج. عادي العلاج اخلص. حاضر ثانية. عارف انا جوز خالتي ماله؟ قعد 3 سنين تعبان. طب بس هات العلاج. ما خدش علاج وعاش زي الفل. عارف مات من ايه؟ من ايه؟ رغيف عيش. ما ماتش منك يعني؟ رغيف عيش. طيب بياكل مراته مقمبراه. العلاج عشان امشي. حاضر. طب ماشي. من العين دي قبل العين دي. طب خلص. اختي كاميلا خلص هات العلاج. عنده 10 سنين، عنده طفل كده صغير. يا اختي كاميلا ايدك جنبك بقول لك. ما تعصبش يا انت دكتور ولا انت جاي من الشارع ولا انت ايه حكايتك؟ هات العلاج خليني امشي. يا عم خلاص يا عم هضربه لك. اه امسك بس كده. اه طب خلاص ماشي امسك. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ امسك بس كده. امسك يا فندم. امسك يا فندم. في ايه؟ في ايه؟ جاي ده. طيب اضحك كده وانبسط كده وخلي الواد يلعب كده. ولا طب هات بس علاج. خليه امشي اهو يا فندم. العلاج اهو. وبعدين ده شغله ازاي ده يعني؟ يا فندم ده بيرجع للشركه تاني بيعبوه. تمام. بيعملوا اعاده تدوير. بس وانا اصلا عامله لك خصم. انا واخد 9 جنيه منك. هو ب 12 جنيه. خلاص هات العلاج. طب ما هو استنى انا عايز العلبه مقفوله. استنى يا فندم. مرحبا شو كل سنه وانت طيب. ايدك جنبك قلت لك كل سنه وانت طيب. طيب ماشي عسل. انت عايز العلاج. طيب خلينا نمشي. الوقت تعبان بقول لك في البيت. بقول لك ايه، مشكله حصلت في الحته عندنا. الوقت صامبو مسك اسماعيل القرص قالوا علقه. ايوه شكلنا اللي اكلك علقه. اخلص انت العلاج خلينا نمشي. قالوا علقه. طب هات العلاج. مسكوا في المنطقه وفرج على المنطقه. هات الفلوس خلينا نمشي. وكل ده ليه بقى؟ الفلوس وانا امشي. طيب كل ده ليه؟ عشان امه هيلاقي عليك. تعالى بره. بتاع امه. تعالى بره بس واحنا نتفاهم. في يا عم واحد. تعالى بس بره كده. في يا عم انت في ايه؟ مين اللي مشغلك هنا؟ في يا عم مين اللي مشغلك هنا؟ فاهم؟ انا واقف مكان اخويا. الدكتور فين؟ واقف مكان. طب الدكتور فين بس؟ الصيدله دي كلها بتاع اخويا. طب هات العيال خلينا نمشي. لا لا الا الله. مش عارف الزباين الملزعه اللي بتيجي على المسا دي. انا مش عايز. انا عايز العلاج. عايز علبه الدواء يا فندم. بص انت هتخرمه كده وتمسك. ازاي يعني اللي هو ازاي؟ انا قلت هات العلاج. طيب هات العلاج عشان ما امشي عليك. هات العلاج. بلاش كده ويلا اتكل على الله. عشان انا لو عايز اعمل الغلط كنت عورتك وانت واقف. هتعرف؟ طب هات الفلوس. هات الفلوس. اعورك وانت واقف. بس انا مش عايز اعمل مشاكل. طب هات الفلوس خلينا نمشي. الباقي بتاعك كام؟ 50 جنيه. ما هو ده ب 9 جنيه يبقى انت لسه لك 41 جنيه. لا يا راجل. بص انا هديك العلاج خلينا نمشي. طب هات العلاج خلينا نمشي. العلاج انت خدته. وبلاش مشاكل. العلاج عندك اهو. علشان ما اعملش معاك الغلط. يلا ايدك جنبك. تعالى بص يا الخزنه مقفوله اصلا مفيش باقي. مفيش باقي؟ متاكد؟ طب هات بس هات ال 50 جنيه اللي انت لسه واخدها. اتكل على الله وخد علاجك وامشي. 50 جنيه انت لسه واخدها. علشان انا ما اعملش معاك الغلط. شكلي انا اللي عامل معاك الغلط. هات ال 50 جنيه خليني امشي. قلت لك اقول لك على حاجه بقى. أوه. انا اقول لك كلمه. ايوه والله يا ابني بتقفل اي حد. والله انت هتجيب العلاج ولا لا؟ هرزع لك. عين انا اللي هرزع لك. هات العلاج قلت لك. استهدى بالله يابا. طب هات العلاج يلا خش جوه. لا عارف انا لو مش واقف في صيدليه. ايوه كنت ضربتك. والله؟ طب ما تجيلي بره. لا ما تجيلي بره. لا طب خلاص هات العلاج خلينا نمشي. ده انت رخم يا جدع. طب هات العلاج. كمل انت. العلاج قلت لك امد ايد عليه. هات العلاج. خلاص اقول لك على حاجه. اتفضل. احنا بنصور مقلب. طب هات بس العلاج. هجيب لك احلى علاج. طب اتفضل. طب بص كده وراك بس كده. انت مبسوس على الهوا دلوقتي.
بص هنا كده. مش عايزك تتضايق بس. طب هات العلاج برضه. يا عم خلاص والله اجيب لك العلاج من عند قبل العند. طب اتفضل. طيب الدكتور هيجي دلوقتي كمان ويديك العلاج و... اه هو 9 جنيه. لا هو هو قال لي في التليفون ده. اه طب هات العلاج. يلا يا فندم. انا قلت لك بقى تعمل ايه؟ هتخليه يمص كده. هيبقى حلو وكله تمام. اول أيوة. يوم وثاني يوم. اه. ثالث يوم اللي هيموت ان شاء الله. ان شاء الله. هات العلاج. استنى بس. اهم حاجة انت مش متضايق؟ لا مش متضايق. اهم حاجة بس. هات بس اللي بقى. اهم حاجة بس انت مش متضايق؟ لا مش متضايق شكرا. طب اهم حاجه بس المفاجاه اللي حصلت ازاي. انا عايزك تضحك. لا 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 والله ماني سايبه. والله ما هسيبك. اه جميل اهو. هات بس العلاج. طب مش متضايق بس اهم حاجه؟ مش متضايق. لا اهم حاجه بس من قلبك. مش متضايق؟ مش متضايق. موافق بس اللي حصل ده ازاي؟ موافق. طب استنى بقى الدكتور هيجي يجيب لك العلاج. طب هو فين الدكتور؟ هيجي دلوقتي. تمام خليك بس واقف ثواني وهيجي. ايوه ابن عايز. يا سلام كده تمام يعني. لا خلاص الدكتور جاي اهو. طب اتفضل.